عزائنا للشعب المغربي الحبيب وكل أهلنا في المغرب في الزلزال البشع المدمر اللي حصل الساعات الأخيرة. زلزال قوي جدا ما حصلش في المغرب من عقود طويلة. احنا بنتكلم على أكتر من 800 قتيل حتى الآن، وفي عدد من الإصابات والمفقودين، في أسوار تصدعت وبيوت هدمت ومساجد تاريخية معرضة للسقوط. فالحقيقة كل الدعم والدعاء لأهالينا في المغرب، ربنا يلطف بيكم، ربنا يعينكم، ربنا يصبركم. والحقيقة ده نداء لكل العالم، كل الدول العربية، كل الدول الغربية، كل الشعوب العربية، من يستطيع المساعدة لأهلنا في المغرب في الدعم، في إرسال مساعدات عاجلة، في موضوع رفع الأنقاض وإنقاذ الناس، في أي مساعدة. أتمنى أن الجميع لا يتأخر لحظة. الآن المغرب الحقيقة تستغيث، شعب المغرب الجميل، أنا بحب المغرب جدا، بحب أهل المغرب جدا. فالشعب المغربي بصراحة يعني يستحق مننا كلنا دلوقتي الدعم، يستحق مننا كلنا دلوقتي أن احنا اللي يقدر يرسل مساعدات يرسل، اللي يقدر يتبرع يتبرع، اللي يقدر يدعي لهم يدعي. الدول العربية لازم تتحرك دلوقتي لمساعدة المغرب في الكارثة دي، لأنه واضح أنها يعني في ازدياد، واضح أن أعداد القتلى للأسف بتزداد كل ساعة. مرة تانية قلوبنا معاكم، قلوبنا مع أهلنا في المغرب، وإن شاء الله تعدي على خير. ربنا يرحم من ماتوا ويشفي المصابين، وما يكونش فيه حصيلة وفيات أكتر من كده.